بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي آنسات ساداتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومشاهدينا الأعزاء، مشاهدي قنوات تين وتين تي في في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير. بيسعدني أن ألتقي بحضراتكم النهاردة في لقاء أعتقد أنه هيكون لقاء صعب، وأتمنى لقاء ممتع نستمتع به جميعا من خلال أداء الفرقتين. في البداية طبعا خالص تحياتي للزميل العزيز جنرال الإعلام المصري والعربي الزميل العزيز كابتن مدحت شلبي، وأيضا خالص تحياتي لأستاذنا أستاذ كرة القدم دكتور طه إسماعيل، و لكابتن مصر الكابتن مجدي عبد الغني، وللناقد الرياضي الكبير الأخ العزيز الأستاذ محمد سيف. وتقبلوا تحياتي مصطفى الكيلاني، وندخل في أجواء اللقاء مع بعض. استاد الإنتاج الحربي بعد التعديلات في مدينة السلام طبعا في القاهرة، الملعب ده نجيلة اتزرعت نجيلة طبيعي وبقت حاجة حلوة قوي قوي قوي. نتمنى إن شاء الله أن نستمتع مع بعض. دي أحداث طبعا لوفاة الراحل العزيز الكابتن محمد حسام الدين، حكم لقاء النهاردة كابتن محمد فاروق، مع أحمد صلاح وأحمد عطية والرابع حازم نصر. أمر بدقيقة أحداث، شوف الملعب وجماله، مفيش أجمل وأحلى من كده. لينا كلام كتير طبعا على شوقي غريب وعلى أحمد حسن. الإنتاج الحربي طبعا 6 نقاط، فاز في آخر لقاءين، وأعتقد أن اللقاء هيكون صعب على الفرقتين النهاردة. نظبط ساعاتنا مع بعض. بيمثل الفرقتين النهاردة، نبدأ بالإنتاج الحربي، صاحب الملعب أمير عبد الحميد في حراسة المرمى، محمود فتح الله ليبرو، قدامه لؤي وائل ومحمود رزق، في الجنب الشمال علي فتحي، في الجنب اليمين فادي نجاح، قدامهم أحمد مجدي ووليد حسن وعلي عيد، والقوة الضربة أو الاثنين رؤوس الحربة بابا أركو ومحمد ناجي جده، أسماء تقيلة بيضمها فريق الإنتاج الحربي. أما فريق بتروجيت النهاردة، محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد حمودة، حسام حسن، محمد دبش اللي لعب في اللحظات الأخيرة، ومحمد طارق ظهير أيمن، بلال جمال ومصطفى شبيطة وأحمد الشناوي وكريم طارق قدامهم، دول رباعي خط الوسط، والقوة الضربة محمد رجب وأحمد جعفر. ظبطنا ساعاتنا مع بعض، وآدي واحدة طويلة لقدام ترجع تاني بره الملعب اوت. المباراة بقول لحضراتكم هتبقى غاية في الصعوبة من وجهة نظري، اوت للإنتاج على طول. فادي بيلعبها لقدام ترجع تاني بابا أركو في نص الملعب، ويبدأ الإنتاج بيلعب في ملعبه. علي فتح بيعدي من ناحية الشمال، لعيب كويس، اتنقل من نادي المقاولين وكان راجع من رحلة سفر في البرتغال، نقل على طول، ودي لعبة يطلع على طول حسام حسن من بتروجيت، يستلم تاني الانتاج الحربي، وادي فاول لصالح علي عيد، عامل توليفة شوقي غريب بيراهن عليها، فيها اسماء كبيرة جدا، ان شاء الله نتمنى ان يقدموا لنا كوره تتفق وفكر شوقي غريب. ادي لعبه على طول لفادي نجاح، طويله من محمود رزق، انما اوت لبتروجيت اللي لابس النهارده الفانلة اللبني والشورت اللبني والشراب اللبني، محمد رجب واحد من الهدافين المميزين الحقيقة في فرقة بتروجيت، إنما مهمة صعبة طبعا مع لؤي وائل
ادي اوت على طول لبتروجيت اللي بيغيب عنه اسامة محمد الظهير الايسر المخضرم اللي اصيب اثناء الاحماء، فدفع على طول احمد حسن مكان اسامة بمحمد حمودة، وهو حاطط محمد دبش من الاول. ادي فادي نجاح تعدي بابا ارك، يطلع على طول دفاع بتروجيت، ولسه بتروجيت بيحاول اللعب لسه بلغة الكورة كده متكهرب في اول اربع دقايق، يعني لسه محدش استلم ومحدش فكر يبني، محدش مدي مساحة ومحدش مدي وقت. ادي نقلة على طول بتروجيت في نص الملعب، بيفتح الملعب على طول عند محمد طارق، بيحاول اهو بتروجيت يدخل في اجواء اللقاء. احمد الشناوي تطول منه، مش احمد الشناوي طبعا، زميلنا حكمنا الدولي ومحلل اداء الحكام اللي بنلتقي بيه طبعا في اخر السهره. لا ده اسمه احمد الشناوي، لعيب في فرقه بتروجيت. ادي لعبه طويله لقدام، ومحمود فتح الله بيلعب ليبرو، فكر برضو شوقي غريب، الواحد بيبقى متأثر شوية بخبراته التدريبية. ادي لعبة على طول محمد حمودة بيلعب بليبرو كتير، صدفة شوقي غريب وحسن شحاتة في لقاءات منتخب مصر ايام التألق والمجد الافريقي، لعبوا طبعا بليبرو مفيش مشكلة، كل مدرب بيحاول يوظف وفقا لامكانيات لعبته اللي موجوده. ادي لعبه على طول فادي نجاح، يلحق فادي تطول منه بره الملعب او ادي لعبه بره الملعب اوت، موقف صعب جدا على فكره لفرقه بتروجيت، اربع نقاط في المركز ال 14، إنتاج الحربي ست نقاط. أمير عبد الحميد على طول ناحية الشمال، مقطوعة توصل لطارق، بياخد فاول، فاول لبتروجيت، أول خطوة في مشوار أحمد حسن عميد لاعبي العالم في التدريب. محمد فاروق يا ترى موقف اللعب في كشاف ولا حاجة؟ الظاهر الإضاءة يبدو إن فيها حاجة، كان خفت كده الإضاءة شوية، إنما الحقيقة الاستاد معمول على أعلى وأجمل مستوى، استاد السلام أهو، والساعة الإلكترونية شغالة وكل حاجة حلوة. نتمنى مباراة تخرج بشكل يليق بلاعبي الفرقتين وبالاثنين المدربين، كانوا لعيبة كبار قوي في منتخب مصر. ادي لعبة على طول طويلة لقدام، بيطلع بتروجيت انما تلمس احمد مجدي من الانتاج وبره الملعب اوت على طول. محمد حمودة بتوصل سهلة لأمير على ساعة، أنا دخلنا في الدقيقة السابعة. أعزائي مشاهدي قنوات تن وتن تي في في كل مكان، والنتيجة ما زالت التعادل بدون أهداف بين بتروجيت اللي لابس الفانلة اللبني والشورت اللبني ده، والإنتاج الحربي اللي لابس الطقم الأصفر ده كله. أدي لعبة على طول تاني البتروجيت، هجمة من ناحية اليمين بعد ما اكتشف بقى فين هيلعب، بيطلع على طول محمود فتح الله بره الملعب اوت. تاني يبدا فريق بتروجيت، المره دي اوت على بتروجيت، اوت على الظهير الايمن محمد طارق، خبره كبيره اسامه محمد الباك الشمال لبتروجيت طبعا
داخل ما شاء الله في 36 37 سنة، إنما أداؤه في منتهى القوة والشباب والحيوية، وكان رئة كبيرة قوي بيتنفس بيها أي مدرب لبتروجيت الحقيقة، سواء رمضان أو مختار أو أحمد حسن أو كل اللي دربوا بتروجيت. إنما بيغيب النهاردة ما فيش شك طبعا بيفرق مع فريق بتروجيت، وإن كنا نتمنى التوفيق طبعا للبديل اللي لعب محمد حمودة، هدي لعبة عند فادي نجاح يلعب واحدة لقدام، أي حاجة توصل سهلة في إيد محمد الشناوي. محمد الشناوي بيلعب واحدة طويلة لقدام ترجع تاني، من محمود رزق توصل للشناوي تاني، برضو الباك الشمال على طول علي فتحي بيرجع، انما ياخد فريق بتروجيت ماسك كرة افضل من الانتاج، انما مش لعب مؤثر ولسه في محاولات تاني. ادي لعب على طول للؤي طويلة لقدام عند بابا اركو مقطوعة، ياخد فريق بتروجيت محمد رجب، انما يدخل في الزحمة يلم تاني، يلم تاني فريق الانتاج وعلي فتحي، ونقلة الناحية التانية تتقطع في السكة، وادي لعبة ياخد تاني فريق بتروجيت، ونقل على طول كريم مصطفى في نص الملعب لرجب، يفتح الملعب في اليمين لشبيطة، مصطفى شبيطة عايز يلعب الاوفر، اتلعبت جوه المنطقة وخطر، انما بيطلع على طول دفاع الانتاج. بدأنا اهو نقرب من منطقة الجزاء، عايزين نقول وصوتنا يعلى، ادي لعبة تاني لعند محمد طارق الباك اليمين لبتروجيت، يسلم شبيطة في نص الملعب، نقلة والتانية والثالثة، انما يخطف فريق الانتاج وهاندبول جنب اللعبة، محمد فاروق مدي لمسة يد على طول تاني فريق بتروجيت، بيحاول محمد حمودة يطلع لؤي، ترجع تاني في نص الملعب، لسه الكورة مش مرتاحة وكل الباصات اللي واصلة للعيبة مش مرتاحة قوي. ادي علي فتحي بيطلع للانتاج، وبمبدأ السلامة على طول بيرجع دبش لجوله محمد الشناوي، حسام للشناوي لشبيطة عايز يلعب الطويلة، انما غير رأيه تاني، وادي محاولات لبتروجيت، شايف انا لعبهم مايل شوية ناحية اليمين، قلت لحضراتكم كان أسامة محمد بيحل لغز كبير قوي لأي مدرب صحيح ناحية الشمال، مش عايزة كلام، بترجع تاني لمحمد الشناوي، حسام حسن يرجع للشناوي تاني، عندنا كلام كتير قوي على حراسة المرمى، خبر ابيض، انما اتأخر فريق بالانتاج وتوصل سهلة تاني للشناوي. لسه بقول لحضراتكم بتكلم قبل ما ادخل المباراة انا والزميل الكابتن عادل المأمور على اخطاء حراس المرمى، شفت الشناوي برضو زنق زميله واضطر يرجعها له، اتلعبت وحشة انما معرفش يستغلها في لاعبي الانتاج. بلال جمال في بتروجيت، يتفتح الملعب تاني في اليمين لمحمد طارق، ودي لعبة لقدام عند جعفر يتضغط عليه، توصل تاني لمحمد حمودة الباك الشمال، يسند يا ولد جوه المنطقة، حلوة فكرتها كويسة والله، ريحها بصدره كده، انما بره الملعب اوت من محمود رزق، هيلعبها برضو محمد حمودة، كابتن محمد فاروق بيكلم فادي جمال وبيكلم بلال جمال من بتروجيت، قدام حضراتكم في الصورة الاثنين اهو بيلعب معاه طبعا مان تو مان جوه المنطقة، مش عايزة كلام، ادي ضربة رأس انما سهلة لأمير عبد الحميد، اسماء كبيرة بقول لحضراتكم في تشكيلة الانتاج الحربي، انما بينقص طبعا
الانسجام وبياخد وقت. ادي ضربة الرأس اتخطفت من جعفر، ادي لعبة للانتاج وبابا اركو، انما برافو محمد فاروق ادى اتاحة الفرصة، انما ما اتقطعت في السكة، وده تطبيق 10/10 لقانون لعبة كرة القدم. في فاول، انما قال لك لو مشيت وخدها فريق الانتاج واستفاد منها وكملت الهجمة، ده كلام قانوني 100% طبعا، برضو هيكلمنا فيه الكابتن احمد الشناوي. انما طالما اتقطعت بقى وحط رجله لاعب بتروجيت وما اكتملتش الهجمة، على طول بيصفر يدي الفاول، مفيش مشكلة. فاول لصالح الانتاج الحربي، مسافة معقولة، انما انا شايف اهو علي فتحي كان اتنقل من المقاولين ولعيب كويس، وادي محمود فتح الله وبابا اركو، يا ترى حد هيشوط ولا ايه؟ والله بابا اركو اهو فكر في ايد محمد الشناوي على طول. انما الحاجات دي طبعا يعني المدرب بيحب الحاجات دي، يبقى تهديد، يقول لك انا شط فاول على الثلاث خشبات، ادى ثقة لعيبتي، وصلت للمرمى ولا حاجة. محمد الشناوي حارس مرمى بتروجيت، داخلين على 15 دقيقة أعزائي مشاهدي قنوات تن وتن تي في في كل مكان، والنتيجة ما زالت التعادل بدون أهداف بين الإنتاج الحربي اللي ماسك الكرة ولابس الأصفر، وآدي بتروجيت اللي لابس الفانيلا السماوي. آدي على طول بتروجيت بيحاول نقلة لبلال ناحية الشمال، إنما أطول من اللازم، شوقي غريب وتعليمات على طول. عمل ماتش كويس قدام الزمالك وقدر يكسب المحلة في المحلة رغم انها بلده. وادي احمد حسن اول خطواته التدريبية، تدريب قصة كبيرة طبعا وشغلانة، ومهما كان نجوميتك واسمك اثناء اللعب ده قصة مختلفة تماما تماما تماما. ومعانا استاذ الاساتذة الدكتور طه اسماعيل يتكلم في المسألة دي. ادي لعبة على طول بابا اركو بيفتح الملعب حلوة ناحية اليمين، انما اقرب لها محمد الشناوي يمسك كورته على طول. ادي هجمة لبتروجيت عند جعفر، انما سهلة بتوصل على طول لامير عبد الحميد، خبرات كبيرة، محمود فتح الله ترجع تاني، علي عيد يفتح الملعب في اليمين، مقطوعة تاني وترجع، صفارة اوفسايد، الراية ظبطت مهاجم الانتاج الحربي محمد ناجي جدو، والله زمان يا جدو. كل جماهير مصر طبعا كان قلبها بيتعلق بالتلت ساعة أو الربع ساعة اللي كان بينزلها جده في الأمم الأفريقية، مجد كبير قوي الحقيقة اتعمل في مشوار محمد ناجي جده، إنما هو ده حال كرة القدم. رمي التماس هيلعبها محمد حمودة الظهير الأيسر لبتروجيت، تاني لعبة متفق عليها ولا إيه؟ وادي تصليحة، وادي لعبة على طول وشوطة، إنما أي حاجة بره الملعب او تبقى ضربه مرمى. واضح ان الفرقتين محرصين، يعني محرصين قوي على الكوره ومضايقين بعض بلغه الكوره ومزنقين على بعض، عشان كده الكوره مش عايزه تمشي، محتاجين جول يفك الطلسم ده. ادي لعبه على طول لبتروجيت تاني، بص حضراتكم الكرة ما بتوصلش اهو، الصورة ما بتكدبش اهو، تلت الوسطاني في الملعب في زحمة كتير. ادي نقلة تاني ناحية اليمين عند فادي نجاح، يلحق، اتلعبت كويس، فادي هيلحق يلحق يلحق، لحق فادي انما ضعيفة، يطلع على طول محمد دبش، وادي فاول على محمود رزق، لاعب بيلعب مساك في الانتاج الحربي قوي فعلا. بص داخل مع محمد رجب ازاي، داخل كانس الراجل، وفين في منطقة مؤثرة جدا عشان طبعا يلحق يرجع، وكان متقدم
في التلت الهجومي بتاع فريق بتروجيت، فعشان يلحق يضرب المشوار ده كله لازم يعمل كده. ومأمن شوقي غريب بمحمود فتح الله بيلعب ورا كاليبرو، ادي لعبه تتلحق قبل ما تطلع كورنر من فادي نجاح اللي اتزحلق في اللعبه اللي فاتت اهي. او التاني البتروجيت ومحمد حموده كالعاده، وترجع حد بقى يصحصحنا بلعبه ولا حاجه يا كباتن. ادي هجمه تاني البتروجيت من ناحيه اليمين، وادي الاوفر في اطوال على فكره. احمد جعفر ومحمد رجب الاثنين بيجيدوا ضربات الراس، لو سلكت واحده من لاعبي احمد حسن جوه منطقه الجزاء هتسبب مشكله لشوقي غريب، وعشان كده هو محرص قافل على الجناب قوي، ما فيش ولا اوفر اتعمل. ادي لعبه تاني محمد طارق يطلع فتح الله بره الملعب اوت. فرقتين على فكره بينعموا باستقرار مادي وادبي ومعنوي من المسؤولين سواء في الانتاج الحربي او في بتروجيت، مؤسستين كبار طبعا ومفيش اي مشاكل، انما ينقص بقى الاداء الراقي الجميل. احمد حسن راخر بيدي تعليمات اهو زيه زي شوقي غريب. اوت لبتروجيت على طول تاني بره الملعب اوت من وليد حسن. هجمه تاني لبتروجيت عند احمد جعفر بره الملعب اوت. جعفر حط جسمه والساندة أطول من اللازم بره الملعب أوت. أحمد عطية حكم التاني مدي أوت. لسه بابا أركو ومحمد ناجي جده يعني مفيش حاجة واصلة لهم مستريحة. أدي عالي عيد لاعب وسط الملعب كان بداياته المنصورة وراح الجونة وانتقل للإنتاج الحربي، فاول ولاعب برضو واقع من بتروجيت أعتقد أنه محمد رجب أهو، احتكاك بين الاثنين كده. إنما حد يقول طب ما هو ده شايط وده شايط، اللي عمل الفاول الأولاني هو اللي بتحسب عليه، وعشان كده الفاول لمصلحة الانتاج الحربي. موقف محمد فاروق. اقول لحضراتكم بدلاء الفرقتين النهارده، بدلاء الانتاج الحربي عامر عامر في حراسه المرمى، محمد فضل، محمود عبد الحكيم، السيد فريد، محمد سوستا، حسن الشامي، بيتر ابن بوي لاعب النادي الاهلي. اما بدلاء بتروجيت فمحمود شكري، عمرو حسن، مهاب سعيد، شيميلس بيكلي، جيمس تيدي، وثيوب يعقوبو، مقصورة استاد الانتاج الحربي. فكرة النادي الاهلي طلب بص المسؤولين بتوع النادي الاهلي عن فرقة الكورة، جهاز الكورة يعني، بصوا على استاد الانتاج الحربي وطلبوا رسمي ان الملعب ده يلعب عليه النادي الاهلي من شدة اعجابهم بيه. ده دليل على ان الملعب فعلا جميل جدا، وطالب طبعا النادي الاهلي الاستاد جنب استاد القاهرة. لسه بقى بعد ما يرجع النادي الاهلي من رحلته الاماراتية، المعسكر اللي عامله بيسرو جوزيه بيسرو. ادي لعبة على طول طويلة من محمد الشناوي، ترجع من لؤي وائل، تاني بيحاول شبيطه لاحمد الشناوي لبتروجيت، يفتح الملعب لمحمد حموده لبلال جمال. بلال ده لعيب بيعرف يحط الكره تحت رجله كويس. ادي محمد حموده
وبره الملعب اوت. اوت هيلعبها حموده اطول من اللازم بره الملعب اوت، من الاوت للاوت يا محمد يا حموده، ما يلحقش جعفر. فرقتين الاثنين صناع اللعب يعني مش واخدين راحتهم، سواء شبيطه واحمد الشناوي او بلال جمال في فرقه بتروجيت، او وليد وعلي عيد في فرقه الانتاج الحربي. في لعيب صانع لعب بيعرف يخلق لنفسه هو الموقف اللي يقدر يلعب منه الكوره لزمايله كويس، وفي لعيب صانع لعب بيستنى هو الكوره دايما تجيله ويبدا يشتغل. ادي لعبه على طول لبتروجيت، مصطفى شبيطه ترجع ورا لدبش، محمد طارق تاني بيحاول بتروجيت عند محمد حمدي، ودي لعبه لقدام انما برضو اطول من اللازم وتبقى ضربه مرمى. 25 دقيقه اعزائي مشاهدي قنوات تن وتن تي في في كل مكان، والنتيجه ما زالت التعادل بدون اهداف بين بتروجيت والانتاج الحربي. مباراه في ختام مباريات الاسبوع السادس، ادي امير عبد الحميد يطلع على طول دفاع الانتاج وبيرد برضه دفاع بتروجيت، انما ادي لعبه فاول لصالح بتروجيت في نص الملعب. محمد رجب اهو ومعاه علي عيد ساند وشادد وزائق وكل حاجه، يعني كل الاسباب اللي تخلي محمد فاروق يصفر موجوده في اللعبه دي. ادي لعبه على طول بلال جمال اللي عايز ينزل ويستلم، هو لعيب بيعرف يلعب كوره كويس بقول لحضراتكم، بس صناع اللعب مش باينين، اللعب مش مريحهم، في ضغط في نص الملعب. ادي فادي نجاح بياخد تاني نقله والتانيه، وادي الثالثه انما بينقض على طول شبيطه، ولعبه على طول لبتروجيت، بتروجيت كريم طارق مقطوعه في السكه توصل تاني لاحمد مجدي، مجدي لبابا اركو، اوف سايد اوف سايد، تعالى تعالى. عايزين حد يوصلنا كده جوه منطقه الجزاء شويه عشان نقول ويعلى صوتنا ونتبسط. شكل اللعب لحد دلوقتي الحرص غالب، مش الحرص واجب، الحرص غالب. ادي لعبه على طول لبتروجيت وادي حلوه، وان كانت يعني في نص الجول ضعيفه لكن ها يعني اول الغيث زي ما بيقولوا. ادي محمود رزق مرجع، وادي على طول شبيطه، وادي صفاره لمصلحه بتروجيت. محمد دبش، احمد الشناوي لدبش، حسام حسن لعيب بتروجيت، حسام حسن لسه متعادل في الماتش اللي قبل ده مع سموحه. ادي لعبه حلوه ناحيه اليمين وفايت الباك اليمين كويس، فايت محمد طارق انما اطول من اللازم بره الملعب اوت. في محمد طارق وفي كريم طارق على فكره الاثنين في فرقه بتروجيت انما مش اخوات. أمير عبد الحميد، علي فتحي، علي عيد، ترجع لفتحي تاني، تتلعب على طول طويلة لقدام أي حاجة، إنما ترجع من حسام حسن لمحمد الشناوي. حد يسأل إن الفرقتين عشان الستة بونت
في الأسبوع السادس من 18 نقطة وواحد 4 نقطة 4 نقاط، هل يعني الحرص يوصل لكده يقول لك اطلع تعادل ونقطة؟ أنا بقول لسه بدري على الكلام ده. أدي هجمة حلوة للإنتاج الحربي وترقيصة أحلى، يا خبر أبيض يا خبر أبيض يا جدو، عمل لعبة حلوة قوي قوي قوي، إنما راحت. ولسه والله الإنتاج الحربي ماسك كرة وبيحاول وهيتلعب الأوفر وتلعب الأوفر، إنما قريبة قريبة للشناوي. ده مين اللي كان عاملها؟ والله ده وليد حسن معدي معدى عدى ولعبها، إنما خبطت في الشناوي وبص بتعدي، مش ممكن، فرصة كبيرة والله كان عاملها وليد حسن وبتعدي من أحمد مجدي. إنما لعبة تاني لبتروجيت تطلع بره الملعب أوت، أخطر فرصة تقريبا في المباراة للإنتاج الحربي. هيلعب أمير عبد الحميد ضربة المرمى، أمير ترجع تاني من الشناوي، يفتح الملعب في الشمال عند رجب، ما يلحقش ما يلحقش محمد رجب بره الملعب أوت. تاني الإنتاج محمود فتح الله بيشيل على طول، كل ده بيبقى نوع من التحضير طبعا، بس انما في المناطق الخطر دي بتبقى مشكله لو الكره وقفت ولا رجعت غلط ولا ولا، حسابات كتير قوي، لازم اللعيب يبقى محرس هنا قوي قوي قوي. تاني بتروجيت بيحاول، ادي وليد عايز يعدي عايز يعدي، وليد حسن بيعرف يفوت بالكوره لسه جوه الملعب وعمل فاول، هو لعيب بيقدر يمسك الكرة يحطها تحت رجليه، إنما الاحتفاظ بالكرة فترة طويلة. كان بيلعب على فكرة في الترسانة ولعب في طنطا واتنقل للإنتاج الحربي وساهم مع الفرقة اللي صعدت السنة اللي فاتت للممتاز، بيدفع بيه شوقي غريب النهاردة. هدي لعب على طول عند علي فتح للإنتاج الحربي، عايز يعدي رجع لفتح الله، يبدأ تاني في نص الملعب عند علي عيد. علي عيد من اللعيبه اللي بتعرف تكشف الملعب كويس وتشوف، ادي علي فتحي تاني وادي رايح له بابا اركو، يسند في نص الملعب تاني عند وليد، وادي لعبه حلوه لقدام وبابا اركو اوف سايد اوف سايد اوف سايد بينه وبين جده، تسلل وهنشوفها تاني بالتاكيد. يعيدها لنا بس مخرج المباراه، نقول لحضراتكم الصورة كده لو اتفتحت حيبان، لسه ما فيش ولا تسلل اتحسب على بتروجيت. محمد الشناوي لبتروجيت عند جعفر، بيعتمد عليه طبعا اي مدرب طوله وبيعرف يجيد ضربات الرأس، انما مش في كل الاحوال طبعا المهاجم لازم العب له الكره عاليه كده. ادي فاول فعلا، فاول وباينه على محمد طارق الباك اليمين، ده سايب الكوره وداخل دخله جامده قوي في وليد حسن، وهو وليد جسمه صغير قوي على فكره مش مستحمل. وادي اول انذار في المباراه لمحمد طارق من بتروجيت، فاول محمد طارق من بتروجيت بياخد انذار، اول انذار في المباراه، فاول للانتاج الحربي. كل لعيبه بتروجيت في نص ملعبهم، وادي لعبه على طول للانتاج، ترجع تاني في نص الملعب محمد رجب. انا اعتقد بالشكل ده احمد حسن طالما مقفل كده عايز يعتمد على اي هجمه مرتده، يعتمد بقى على خطف احمد جعفر ومحمد رجب طالما مقفل كده من نص الملعب في الكرات الثابته دي، يبقى مش عايز يغامر، لان عنده عمرو حسن بقول لحضراتكم لعيب خبره
الباك اليمين قاعد بقاله فترة، وعنده أسامة محمد الباك الشمال. الاثنين دول الحقيقة كانوا بيعملوا شغل هجومي أكتر من رائع، فما عندوش يعني حد يقدر يقوم، فمش عايز يجازف. ادي لعبة تاني بترجع لبتروجيت. بلال جمال، بلال تتخطف من بلال، ودي نقلة للإنتاج تاني. أحمد مجدي تروح الناحية التانية. علي فتحي، علي فتحي عايز يلعب الخطوة هات، إنما مقطوعة. وتاني الشناوي مخطوفة، ياخد على طول وليد، ودي نقلة لناجي جدو. ناجي جدو فينك يا جدو، إنما على طول بيطلع حسام حسن لبتروجيت بره الملعب أوت. فادي نجاح، وليد تطول منه بره الملعب أوت. يلا هنا جدو شوط يا وليد، شوط من تحت شوط أوت. هيلعبها محمد حمودة لبتروجيت. ماشي ولا يهمك ولا يهمك. ادي فادي نجاح تخبط فيه اي حاجه بره الملعب اوت. يلا مجدي، مجدي هناخد هنا مجدي. تمام ماشي عادي مجدي. ماشي يا فادي، ارجع مجدي، ارجع هيلعب ده. طيب اللي هيلعب محمد حمودة لبتروجيت، طويله على طول بترجع تاني من الانتاج. ناجي جدو بيسند لفادي نجاح. احمد مجدي لسه ما تروحلوش، ياخد بلال جمال. اللعب في مساحه ضيقه، اكتر من 10 لعيبه موجودين، واللعب معفرط بلغه الكوره. فاول صفاره محمد فاروق، فاول. الشوط حتى الان دقيقه 35. اعزائي مشاهدي قنوات تين تي في في كل مكان، اللعب لسه ملوش ملامح، ولعب يعني عشوائي بحد كبير الحقيقة. آسف إن أنا بقول كده طبعا. يعني محمد حمودة هيلعب الأوفر، هل يا ترى؟ لا ما تكملش، يطلع دفاع الإنتاج الحربي عند بابا أركو، يسند لمجدي، أحمد مجدي لبابا أركو، عدها لنفسه حلوة قوي قوي قوي، رايح بابا أركو بعرض الملعب. مين هناك؟ مين هناك؟ يا خبر أبيض يا شناوي، مش ممكن، مش ممكن يا كابتن عادل، عندك شغل كتير قوي مع حراس المرمى في مصر الموسم ده. ادي لمسة يد، انما فرصة الحقيقة عملها بابا أركو حلوة قوي قوي قوي. حد يتفق، حد يختلف على خروج حارس المرمى محمد الشناوي؟ انا من وجهة نظري الجول كيبر او حارس المرمى اذا ما كانش طالع هيلعب الكورة برجله اسرع من المهاجم، ما يطلعش من تحت الثلاث خشبات، يدي فرصة لأي مدافع. ادي اللعبة تاني اهو، بابا أركو، بابا أركو، بص 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 بص، طلع يعني لو لمس ناجي جده الكورة شالها من فوقيه او داس عليها وراح منه كانت عملت مشكلة. واقع لاعب من الانتاج الحربي، بنتمنى له طبعا السلامة. وصلنا للدقيقة 37 وموقف اللعب محمد فاروق حكم اللقاء، بيطمن عليه الجهاز الطبي. ادي عبد الظاهر السقا، وائل شيتوس، واسامه عبد الكريم، وعامر صبري، جهاز طبعا مع الكابتن شوقي غريب. ادي اللعبه اهو، وهاند بول طبعا مش عايزه كلام، هاند بول. انما قام علي عيد لاعب الانتاج الحربي. ماشي تاني تاني مجدي، اتلعبت الكوره للانتاج، وعلى طول وليد حسن بيرجع للشناوي حارس مرمى بتروجيت. بتروجيت ادي لعبة طويلة لقدام عند جعفر، يا دوب يلمس وبره الملعب اوت. ادي اللي بيعتمد عليه احمد حسن الى الان في ال 38 دقيقة اللي انا شفتهم وحضراتكم متابعين معانا.
اعتماد على كرات الطويلة لجعفر ولمحمد رجب، إنما الأسهل إنها تجيلهم من الجناب. الطرفين طبعا يعني مقفول عليهم الطريق، فعشان كده التغذية أو التموين أو التمويل مش تمام. علي فتحي، ادي لعبة طويلة لبابا أركو اللي بيتحرك على الجناب كويس، إنما ما يلحقش تبقى بره الملعب. أو حد يقول لي الشكل في الشوط الثاني هيبقى إيه؟ هسيب طبعا حضراتكم بين الشوطين مع الزميل الجنرال مدحت شلبي ومع الكابتن طه اسماعيل ومع الكابتن مجدي عبد الغني ومع النقد الرياضي الاستاذ محمد سيف، نشوف هل في البودلة في اسم من الاسماء تقدر تعمل الفارق. ادي خطا اهو بيوصل ليه بابا اركو، يقدر، انما اتاخر. غلطه دبش غطاها محمد طارق، غلطه دبش بمية كانت، او انما لحسن حظ محمد طارق انقذه في الوقت المناسب من على اقدام بابا اركو. اوت للانتاج الحربي هيلعبها علي فتحي. تاني بابا اركو برضو اللي بيعتمد عليه بشكل كبير شوقي غريب، شكل جده طبعا لسه مش فت قوي يعني. ادي لعبه تاني توصل لعلي فتحي، الانتاج لوليد، وادي لعبه من بعيد انما يحط ايده فيها الشناوي تبقى ركنيه. انا شفت الشناوي الزحلق قبل اللعبه انما يدوب لحق. ادي علي فتحي وادي وليد حسن اهو، بص عملت قبل البند يدوب لمس فعلا الشناوي، شالها كويس والله. ضربة ركنية للإنتاج الحربي ورقابة على محمد ناجي جده، اتلعبت يطلع على طول دفاع بتروجيت توصل تاني لسه جوه الملعب، انما ادى اوت اللاين مان احمد صلاح مدي اوت، لا ادى اوفسايد، ادى راجع من تسلل، هيلعبها محمد حمودة الباك الشمال. ادي لعبة بابا اركو، شوف ادي بيقع دبش والحسن حظه محمد طارق غطى في الوقت المناسب. ادي لعبة على طول من جعفر بيطلع دفاع بتروجيت، وادي واقع لاعب من بتروجيت وعلي عيد، كل اللعيبة بتند عليه بتقول له طلع يا كابتن. تعليمات الفيفا والفير بلاي. ادي اللعب بقى اللي كله شعلقه وكرات عاليه بتضايق وبتتعب المهاجمين جدا 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 يا جماعه، تعرضوا للاصابه كده، يجري يقع يغير اتجاهه رجله يحصل فيها حاجه صدام مع حارس مرمى، كل الكلام ده وارد. لازم اللعيب المهاجم توصل له الكوره مستريح، وعشان توصل الكره مستريح شوقي غريب واحمد حسن الاثنين كانوا صناع لعب في نص ملعب، كانوا بيعملوا واجبات دفاعيه انما كانوا لعيبه خط وسط، يعني تعليماتهم كلها لعيبه وسط الملعب يوصل الكره مستريح للمهاجمين. دي حته كده يعني ملاحظه سريعه. لسه لاعب بتروجيت ما قامش، ادي احمد جعفر بيتفق اهو مع محمد حموده على بيقول له بس لعبه واحده حتى تجيلنا من عندك من ناحيه الشمال اوفر مرتاح. هيعمل اسقاط طبعا محمد فاروق حكم اللقاء، بينده على لاعب من بتروجيت. وادي بابا اركو محمود فتح الله على طول يلعبها بكل روح رياضية برضو لمحمد الشناوي حارس مرمى بتروجيت. الشناوي برضو برا الملعب اوت. تدريب طبعا بيبقى شغل كتير وقصة وحكاية ورواية يا جماعة. اوت فادي نجاح، ترجع لبتروجيت وفادي تاني،
محمد رجب. شبيطة بياخد فاول. قام على طول شبيطة. محمد طارق. شبيطة تاني. جنبه الشناوي. اتلعبت على طول ترجع تاني لدبش. محمد طارق. الشناوي هو متعهد هو وشبيطة لعب الكرات الطويلة. وصلنا للدقيقة على ساعة 44. هنشوف محمد فاروق هيضيف قد ايه وقت محتسب بدل ضايع. ادي لعبة بتوصل لبابا اركو. تفويتة حلوة الوليد. يلعبها لجده. لعلي فتحي. لبابا اركو. لعيب خبرة طبعا ومهارته كويسة. ده كان مجدي والله مقطوعة منه بره الملعب اوت. حتة طبعا الانسجام واللعيبة تحفظ بعض وتحفظ طبعا اسلوب المدرب. كل الكلام ده بيستغرق وقت طويل جدا جدا جدا. صحيح في خبرات انما لازم حاجات كتير قوي تكمل مع الخبرة. ادي لعبة على طول تاني. فتح الله يلعبها على الارض حلوة لاحمد مجدي. احمد مجدي يلعب واحدة لبابا اركو اللي بيتحرك على الجناب كويس قوي وبيحاول يخلق فرصة لزمايله الحقيقة. وادي لعبة فاول. ادي فرصة اهو. فرصة فعلا خد منها فاول فريق الانتاج الحربي. انما عجبني تحركات بابا اركو مفيش شك. طبعا جهد قليل شوية انما لعيب فاهم كورة طبعا وخبرة كبيرة ومهارة وعنده ثقة وعامل شكل لفرقته مفيش شك. ادي احمد مجدي فاول. ورينا يا كابتن يا مخرج قد ايه وقت محتسب بدل ضايع ما شفناش الحقيقة. الحكم الرابع حازم نصر. انما حيبان على الشاشة مفيش مشكلة. فاول للانتاج الحربي. ان مكان كويس قوي ولو استغلت كويس ممكن تخلق مشكلة لبتروجيت. علي فتحي بيلعبها في الزاوية القريبة. خبر ابيض يا شناوي. سايب فدان يا راجل. واقف في حتة وسايب فدان لحسن حظه تطلع. ودي لعبة تاني لبتروجيت. محمد رجب انما تطول اكتر من اللازم وياخد. فادي نجاح طويلة. دقيقتين وقت محتسب بدل ضايع. جت على اللوحة الالكترونية الجميلة الحقيقة. بنلعب في الدقيقة الاولى. بتروجيت تاني هيلعب رمية التماس الاوت. فادي نجاح برا الملعب اوت. اوت لبتروجيت. هيلعبها محمد حمودة. محفظه اسامة محمد يلعب الاوت جوه منطقة الجزاء. ادي بابا اركو. ترجع تاني من حسام حسن لبتروجيت لشبيطة. فاول. فاول لصالح بتروجيت. شبيطة هتشوط من هنا. شبيطة ولا ايه جاي له دبش. قال له انا طالع اهو. بيجيد ضربات الرأس طبعا مدافع فهنشوف هتتلعب ازاي. شبيطة بابا اركو بيعطل طبعا. وجوه جعفر وجوه محمد رجب وطلع لهم محمد دبش. كل اللعيبه اللي بتجيد ضربات الراس لازم يسقطها طبعا شبيطة. انما ما تعلاش ويصفر معاها محمد فاروق حكم اللقاء عشان ينهي الشوط الاول بتعادل بتروجيت والانتاج الحربي بدون اهداف. سيداتي انسات ساداتي سعدت بلقائكم في الشوط الاول. الى استوديو التحليل والزميل الجنرال مدحت شلبي والكباتن الكبار كابتن طه اسماعيل كابتن مجدي عبد الغني والناقد الرياضي محمد سيف. فالى هناك. وتن تي في كل مكان مع احداث الشوط الثاني من لقاء بتروجيت والانتاج الحربي. المباراه مقامه في ملعب
استاد الانتاج الحربي في مدينة السلام في القاهرة طبعا، ملعب يعني حاجة تفرح القلب زي ما بيقولوا كده، اللعيب يلعب لوحده. انما نتمنى الشوط الثاني طبعا يكون افضل من الشوط الاول. انتهت نتيجة الشوط الاول بتعادل الانتاج الحربي وبتروجيت 0-0. بتروجيت قدام حضراتكم في الصورة اهو، اللي لابس الفانيلا السماوي دي والشورت السماوي والشراب السماوي، والانتاج الحربي اهو الناحية التانية بالطقم الاصفر كله. هنشوف هل في تبديل في صفوف الفرقتين ولا ايه؟ هل يا ترى شوقي غريب دفع بحد من الاحتياط او البدلاء ولا الناحية التانية احمد حسن؟ عموما احنا مع بعض وهنشوف لو في تبديل هنقوله لحضراتكم. تابعته في ملخص الشوط الاول تقريبا مع الزميل الكابتن مدحت شلبي واعضاء فريق التحليل، شفتوا حضراتكم طبعا ملخص لشكل الشوط الاول. الاداء مش محتاج يعني مني اي تعليق، كل اللي اقوله او اقدر اقوله ان احنا نتمنى في الشوط الثاني ان احنا نشوف كرة افضل. وان كان من وجهة نظري ان فرقة بتروجيت فيها لعيبة في البدلة، اعتقد ان ممكن يغيروا شكل الاداء شوية. شملس بيكلي اللاعب الافريقي ده لعيب كويس طبعا وشفناه الموسم اللي فات، وجيمس تيدي ايضا لعيب كويس. برضو في فرقة الانتاج الحربي فرقة شوقي غريب، محمد فضل موجود برا، محمود عبد الحكيم في نص الملعب لاعب كلنا عارفينه وشفناه طبعا. محمد فضل تاريخ طويل كبير جدا، يعني بنقول على اللعيبة اللي ممكن يحسنوا من شكل الأداء. اتأجل من مباريات هذا الأسبوع الأهلي واتحاد الشرطة والزمالك والإسماعيلي ووادي دجلة وإنبي، كل طبعا الفرق اللي ليها لعيبة في المنتخب الأولمبي اللي بنتمنى له كل توفيق بكرة بإذن الله في أول انطلاقاته في بطولة الأمم الأفريقية مع الكابتن حسام البدري. دورة الأمم الأفريقية في السنغال المؤهلة طبعا لريو دي جانيرو البرازيل، وما أدراك ما البرازيل بقى. نتمنى إن شاء الله إن منتخبنا يوصل، فرصة كبيرة، ثلاث فرق وإن كان الرابع كمان هيصفي مع الأخير في تصفيات آسيا. محمد فاروق حكم اللقاء ونظبط ساعتنا مع بعض. انطلاقة الشوط الثاني اللي لسه بيتابع معانا بنقول له اللي ماسك الكورة ده بالطقم الأصفر ده فريق الإنتاج الحربي، الناحية الثانية بتروجيت. أدي لعبة من أحمد الشناوي ترجع على طول تاني لبابا أركو. هل يا ترى هيبقى في سرعة؟ هل يا ترى هيبقى في لعب على الجناب؟ هل يا ترى هيبقى في فرص؟ أدي بلال جمال بيحاول لبتروجيت، وفي ساندا كده من أحمد جعفر تبقى أوت. تاني الإنتاج بيحاول بابا أركو، على طول بترجع من ناجي جدو، إنما يطلع دفاع بتروجيت. بداية ساخنة ولا إيه؟ هنشوف. أدي فاول، فاول على بتروجيت، تلعب بسرعة. وليد حسن يفتح الملعب لعلي فتحي، أدي كان علي عيد اللي في اللعبة زميلنا المخرج إبراهيم مبارك. خلاص يا إبراهيم اللعبة عدت، كتر خيرك بيبين لنا الفاول، إنما اللعبة عدت. أدي أوت، أوت عليك يا علي يا فتحي. بيرجعوا محمد فاروق، محمد طارق الباك اليمين لبتروجيت، على طول ترجع من علي فتحي. تاني في فاول، فاول على مصطفى شبيطه،
كان واحد من أشبال النادي الأهلي مصطفى في فترة من الفترات، واستقر بيه المقام في بتروجيت، بقاله كم موسم الحقيقة من الأعمدة الأساسية. أحمد حسن وحوار كده جانبي مع حازم نصر الحكم الرابع. محمد حمودة تخصص بقى رميات الأوت، وأحمد الشناوي لمصطفى شبيطة، يطلع الباك اليمين محمد طارق، ترجع تاني إنما في فاول. محمد دبش الظهير الثالث أو المساك بتاع فرقة بتروجيت. أدي محمد رجب حط جسمه قبل لاعب الإنتاج خد الفاول. أدي دبش بيلعبها، يطلع دفاع الإنتاج الحربي ناجي جده، ترجع من مصطفى شبيطة، تاني بيحاول بلال جمال لبتروجيت، يقف ويستنى. وادي فرقة الانتاج الحربي على طول كله بيروح على لاعب بتروجيت اللي معاه الكورة عشان يغلطوه، وفعلا بتوصل لمحمد الشناوي. كرة القدم دلوقتي بقى أساسها الضغط عشان ما تخليش اللعيب المنافس يستريح في نقل الكورة. ادي لعبة على طول تاني بتروجيت، انما فاول. فاول على وليد حسن، وكلام مع محمد فاروق. هي دي بقى اللي احنا عايزين الكاميرا تجيبها لنا، الموقف ده عايزين نشوفه. لعيب بيقرب من الحكم وبيتكلم، هو ده اللي احنا عايزين نشوفه. ادي احمد مجدي، وتاني بتروجيت بيحاول وبتعدي، ورجب بيفوتها حلوه قوي، حلوه حلوه حلوه. يا بلال خدها فيرست تايم مباشره على طول، بيركن ببطن رجله حلوه. انما برافو 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 يا امير، برافو يا امير، رد فعله كان هايل الحقيقه، وحاطط ايده كويس قوي قوي قوي. تاخد درجه كبيره من عادل المأمور النهارده طبعا في تحليله، مفيش شك. ضربه ركنيه لبتروجيت، تاني هيتلعب الاوفر، اتلعب فعلا من الشناوي، انما بيطلع دفاع الانتاج وعلى طول بيرد حموده، وفاول. فاول لصالح محمود رزق. خمس دقائق اعزائي مشاهدي قنوات تين تي في في كل مكان، والنتيجه ما زالت التعادل بدون اهداف بين بتروجيت واللي لابس اللبني ده او السماوي والانتاج الحربي. فادي نجاح عامل شعره كده على طريقة اللعيبة الاوروبيين، وبعض اللعيبة برضو بتوع امريكا اللاتينية، انما اشهر من اطلق شعره كده، وكان بيلعب باك شمال في السبعينات بقى ايامنا، لاعب الماني اسمه بريتنر، كان لاعب هايل في نص في الطرف الشمال. بريتنر ده كان لعيب هايل، صانع لعب وهداف. كل طبعا زملائنا الكبار اللي في الاستوديو والاساتذه كلهم شافوه طبعا وعارفينه كويس قوي، وحضراتكم طبعا القديم زحلاتنا منكم شافوه. ادي لعبه على طول للانتاج الحربي، يعدي احمد مجدي ويفتح على طول عند بابا اركو، انما صعب على بابا اركو الحقيقه، يعني يبقى هو صانع اللعب وهو اللي بيعمل الاسيست بيساعد وهو اللي هداف، شغلانه وقصه كبيره، لازم زمايله برضه يساعدوه الحقيقه. يعني فادي نجاح، فادي نجاح على طول تاني بيطلع دفاع بتروجيت، محمود فتح الله.
لعلي فتحي فاول. لا والله ده اللي جاي هنا في اللعبه دي له اي وائل. لؤي هو اللي كان زايد في اللعبة دي. تاني بيبدأ الانتاج الحربي فادي نجاح. أحمد مجدي يلعب واحدة في اليمين وآدي وليد بتطلع برا الملعب ضربة ركنية من محمد حمودة. ركنية لمصلحة الانتاج الحربي. هل يا ترى حد من الاثنين المدربين شوقي غريب واحمد حسن هيبقى عنده الشجاعه انه يطمع في المباراه؟ وهل الشجاعه بتبقى مطلوبه من المدير الفني او المدرب امتى؟ ادي لعبه على طول. فادي نجاح يطلع دفاع بتروجيت شبيطه. تاني الانتاج الحربي بيحاول وادي علي فتحي وبره الملعب او أطول من اللازم ما يلحقش وليد حسن. لعيب هو بيحب يمسك الكرة تحت رجله صاحب يزود شوية إنما أحيانا بيفيد فرقته في بعض المواقف. طبعا أدي أوت لبتروجيت. تاني على طول محمد طارق أحمد جعفر فاول عليك يا جعفر. بيقول له يا كابتن فاروق ما عملتش حاجة إنما حكم اللقاء جنب اللعبة طبعا هو اللي يقدر يدي القرار مش إحنا. محمود فتح الله زملاء الأمس في نادي الزمالك هو وجعفر جه اليوم اللي يبقوا بينافسوا بعض وضد بعض. فاول لصالح الإنتاج الحربي. تاني علي فتحي. العبرة باللي يوصل للكرة قبل التاني، مين اللي عطل التاني؟ هنا الفاول بيتحسب بالبلدي كده يعني من غير ما نخش في قانون الكرة اللي هيكلمكم فيه الكابتن احمد الشناوي. اللي بيوصل لاعب اللي بيوصل عشان يستحوذ على الكرة قبل التاني بيضطر يمنعه فمن هنا بتيجي الفاول. ادي فاول للانتاج الحربي هيلعبها علي فتحي. علي فتحي ظاهرة غريبة جدا الكرة مش عايزة تترفع خالص من مدافع الفرقتين. وادي تاني هجمة للانتاج الحربي انما بيطلع دفاع بتروجيت ترد برضو من فادي نجاح. علي فتحي تاني الانتاج يطلع بتروجيت وترجع تاني لسه الكرة حيرانة. علي فتحي علي فتحي للإنتاج الحربي جه المنقذ بابا أركو ويفتح الملعب في الشمال وتبقى بره الملعب أوت ضربة مرمى لبتروجيت. أدي اللعبة أهي تهيألي لمست لاعب سن جزمة لاعب بتروجيت يا فاروق إنما أنت الحكم محدش يقدر يقول لك حاجة. أدي لعبة تاني وهجمة البتروجيت انما بيطلع على طول دفاع الانتاج والكرة كلها دلوقتي علي ونعلي بقالنا دقيقتين تقريبا الكرة حائرة فعلا. وادي بابا اركو المنقذ لعلي فتحي بدأ الانتاج يشد حلو شوية وادي اوفر برضو ما يعديش. تاني فتحي ياخد محمد رجع اللي رجب اللي نازل يساعد. وادي تاني على طول هجمة وليد حسن عايز يعدي. يا راجل هتروح فين في وسط الزحمه يا وليد؟ تطلع تاني في لعيب واقع ولا ايه؟ وادي لاعب من بلال جمال من بتروجيت بيحط الكوره بره الملعب اوت واقع حسام حسن من بتروجيت ماسك عضلته الشمال كده انما ان شاء الله يقوم. بص الزحمه لعيب ماشي في وسط اصفر في وسط كام؟ صعب قوي. هل يا ترى في تبديل ولا ايه؟ هنشوف. نازل الجهاز الطبي للاعبي او للاعب
بتروجيت حسام حسن عشان يطمنوا عليه، اذا كان طبعا هيبقى فيه شد، بس انا شايف ان هو يعني ماشي طالع لوحده. لو جامدة طبعا ما كانش يقدر يطلع كده لوحده، انما ان شاء الله يكون سليم ويكمل مع فرقته. ادي اللعبة بتاعت وليد حسن، وادي الشناوي، وادي على طول حسام اهو. هيستأذن طبعا ويلعب، شكله الحمد لله ما فيش حاجة. قام حسام حسن اهو، وضربة مرمى لمصلحة فريق بتروجيت. محمد الشناوي حارس مرمى بتروجيت، طويلة على طول ترجع تاني من فريق الانتاج. فريق الانتاج الحربي طبعا مش انتاج القناة. محمد رجب صفارة، التحامات كتير جدا، لان الكرات الطويلة دي زي ما قلت لحضراتكم الاسلوب الانجليزي ده مش مجدي في كل الاحيان. بص ادي محمود رزق جه ركب الكرة وركب فوق الدنيا كلها وداس على زميله وعلى محمد رجب، والكرة تطلع اوت. ادي بابا اركو، بابا اركو، بابا اركو مش واخد باله ان الكرة اوت لفرقته فلعب اي حاجة، انما حسن الحظ ترجع له تاني. ودي لعبة اي حاجة بره الملعب. ادى ايه؟ ادى ركنية، لمست حد فاروق، ادى ركنية. ادي علي عيد اهو وهو بيشوط قال انها لمست لاعب بتروجيت القريب منه. ضربه ركنيه هيلعبها بابا اركو. لاحظوا معايا حضراتكم، بابا اركو بيعمل كل حاجه في الكوره، يجي يشوط الكورنر ويشوط الفاول ويسند ويعمل فرص صعبه جدا طبعا على فرقه تعتمد على لعيب واحد. ادي فاول لصالح مصطفى شبيطه. شبيطة بيمثل عنصر الخبرة، وادي فاول على ده وليد حسن. يا ترى فيها كارت ولا ايه؟ هنشوف، ولا اكتفى بالتحذير. شكله كده والله سجل انذار فعلا لوليد حسن. هنشوف عموما على الشاشة حيبان من زميلنا ابراهيم مبارك مخرج المباراه، يا ريت لو في قول لنا. ادي لعبه طويله لقدام وبيطلع محمود فتح الله، ترجع تاني وليد لعلي فتحي. بابا اركو، بابا اركو، انما حجز بابا اركو طبعا قوه بدنيه برضو افريقيه وفاهم ولاعيب جامد. وليد حسن فعلا خد الانذار. هيطلع بلال جمال، ومين اللي هينزل تبديل؟ نازل رقم 28 نازل شيوب يعقوبو بدال شيوبو يعقوبو. نقول عليه يعقوبو بقى خلاص، يعقوبو مكان بلال جمال. شيوبو يعقوبو، شيوبو يعقوبو. اول تبديل اهو بعد 16 دقيقة من زمن وأحداث الشوط الثاني، بيعمل أحمد حسن أول تبديل. أدي يعقوبه، لعيب بيلعب مهاجم، والإنتاج بيحاول. بص حضراتكم مين اللي كان رايح ناحية الرايت؟ برضو بابا أركو. الصورة ما بتكدبش طبعا،
اوت هيلعبها محمد حموده لبتروجيت، انما تاني ياخد فريق الانتاج، وادي مقطوعه من الشناوي يلحق محمد حموده، وادي لعبه كده كره طايشه انما يصطادها على طول فتح الله ويرجع لامير بايده لعلي فتحي، علي عيد يفتح الملعب لفادي نجاح الباك اليمين يحطها على الارض وتفويته حلوه انما ما تكملش، الحلو ما يكملش ترجع تاني، ومحاولات برضو من عند فادي نجاح يطلع على طول تاني دفاع بتروجيت. شايف انا محمد فضل زي ما عمل تبديل هجومي احمد حسن برضو شوقي غريب بيعمل تبديل هجومي، هنشوف محمد فضل هيلعب مكان مين. خرج فادي نجاح اللي كان احمد حسن عايز يرمي هناك شيوب يعقوبه علشان خاطر يضغط عليه شوية، شكله تعب طبعا فمنزل له مهاجم، فعشان يخفف الضغط شوقي غريب راخر طلع فادي نجاح ونزل محمد فضل، وهنشوف بقى هيلاعب مين مكان فادي. ادي لعبة على طول لبتروجيت، يا ترى يا هل ترى سؤال اطرحه على حضراتكم، هل التعادل يفيد الفرقتين؟ ده سؤال لازم نتكلم فيه، يعني يضمن الامان بالبلدي كده لنجاة المدربين او المديرين الفنيين احيانا من مقصلة الاقالة، كل شيء وارد في كرة القدم. ادي لعبة على طول تاني شبيطة برا الملعب اوت، ادي شبيطة فعلا برا الملعب اوت، بياخد تاني بتروجيت الشناوي، في لعيب واقع فعلا من بتروجيت، يا ترى ده مين؟ حسام حسن ولا دبش ولا مين؟ لا والله ده دبش واقف، وحسام ده محمد حمودة، محمد حمودة اعتقد بيشتكي كده شكله من الضمة ولا حاجة، ملخ ولا حاجة اللي بتبقى فوق دي، بس طبعا الراجل نتيجة لانه أسامة محمد اللي كان بيلعب وهو شكله كده عمل مجهود كبير، انما ممكن تكون بسيطة، عمل مشاوير الحقيقة وعمل جهد وبقاله فترة ما بيلعبش طبعا عايز يثبت وجوده، فبيبقى فيها سنة من التنشن شوية او الناحية العصبية، انما نتمنى له السلامة، اجتهد. وادي بيشاور اهو لاحمد حسن واحد من مساعدينه انه هيعمل تبديل بعد تلت ساعة من زمن واحداث الشوط الثاني. 0-0 اعزائي مشاهدي قنوات تن وتن تي في، والنتيجة التعادل بدون اهداف بين الانتاج الحربي اللي ماسك الكورة ده وبترو جيت. ضربة مرمى لبترو جيت اللي بيلعب 10 دلوقتي لحد ما نشوف احمد حسن هياخد قرار ايه، عنده محمود شكري، عنده عمرو حسن الباك اليمين، عنده مهاب سعيد، عنده شمس بيكلي، عنده جيمس تيدي، عنده احمد مجدي، وغير شيوب يعقوبه، ما عندوش بره مدافع على الطرف غير عمرو حسن. ادي احمد جعفر بياخد اوت، على طول محمد طارق بيلعب الاوت، المره دي يبقى لصالح الانتاج الحربي على طول في نص الملعب، انما قال له اتلعبت مش من مكانها، المساعد يتغير على طول الاوت. فعلا زي ما قلت لحضراتكم عمرو حسن هيخرج محمد حموده وهيلعب عمرو حسن، ده اقدم لاعب في بتروجيت،
معاه اهو الجهاز الطبي نتمنى له السلامة. عمل اللي عليه والله محمد حمودة، خد فرصته. عمرو حسن لعب مكان محمد حمودة. برضو كان من ناشئي نادي الزمالك عمرو حسن، ولعيب كويس، وادى الحقيقه لتيم بتروجيت شكل وجمال من ساعه ما طلعوا الممتاز هو واسامه محمد الحقيقه. انما كان مصاب فتره طويله وبيرجع، نتمنى له كل توفيق. ادي لعبه لبتروجيت الشناوي، وادي على طول محمد رجب يفتح الملعب في الشمال، انما الورا بره الملعب اوت. خد قرار انه عايز يشوط، غير تاني رايه وقال لك اطلع كريم طارق. تاني بتروجيت، مباراه لسه ما انتهتش وممكن يحصل فيها مفاجآت. ادي طارق، محمد طارق اللي راح لعب باك شمال، اوت للانتاج الحربي جده. بيطلع على طول شوقي غريب، عدل دلوقتي، عمل جده ومحمد فضل اتنين روس حربة، وحط من جنبهم بابا اركو. ادي فضل عشان الحاجات دي بيعرف يخطف، فشوقي غريب غامر الماتش في ملعبه طبعا، وقال لك يعني لعل وعسى. ادي الشناوي، هجمة البتروجيت، هجمة البتروجيت، يلحق يلحق يلحق، ملحقش محمد رجب، ملحقش رجب. على طول علي فتحي، مباراة يعني سنة حماس وسرعة يعني درجة أو درجتين عن الشوط الأول، إنما لسه في غياب هز الشبكات. آدي جده، كعب رجله جده، مفيش حد بره الملعب أوت. مش عاجبه اللعبه شوقي غريب طبعا، بيتكلم عشان يبقى فيه لعيب قريب من جده ويلعبوا مع بعض. عمرو حسن، ترجع تاني الانتاج الحربي، وليد بابا اركو، علي عيد يفتح الملعب في اليمين لوليد. بره الملعب اوت. اوت لبتروجيت، هيلعبها محمد طارق اللي راح لعب باك شمال في فرقه بتروجيت، هيرمي الاوت. يعقوبو سابها، اتنقلت على طول تاني جعفر، يحط جسمه طبعا لعمرو حسن، لعيب بيعرف يتابع ويعرف يصنع الهجمات وعنده ثقه. ادي اهو، ادي لعبه على طول تاني لمحمد رجب، انما يلحق على طول دفاع الانتاج بره الملعب اوت. تاني الانتاج الحربي بيطلع جده بره الملعب اوت. علي فتحي الباك الشمال للانتاج الحربي، على طول جده لفضل، وعلى طول حلوه لجده انما اطول من لازم، واوف سايد. اوف سايد فعلا، اوف سايد، تسلل. انما جمله اتلعبت بسرعه صحيح، انما ما اتظبطتش شويه، وكان رايت على طول احمد عطيه تظبط العمليه على طول. محمد الشناوي يلعبها وحش، توصل لعلي فتحي الانتاج الحربي، طويله فضل بيسند، وادي لعبه الوليد لفضل يحطها حلوه في اليمين وخطر. يا خبر ابيض، يا خبر ابيض، مش ممكن. اللعبه اللي فاتت دي احمد مجدي اتلعبت من محمد فضل غايبا كده، حلوه حلوه ببطن رجله، انما السنده من احمد مجدي طويله. وادي محمد طارق يحط رجله في توقيت هايل الحقيقه، والركنيه على طول. يا ترى
يا طار يا راجل يا راجل، ده كلام عايز يلفها وليد حسن، انما اتلعبت الحياة بعيده وحشه قوي قوي قوي، تبقى ضربه مرمى لبتروجيت كان ممكن تتركن فعلا بليسنج كده في الزاويه البعيده، انما لو تنشن صح محمد الشناوي تاني، محمد رجب يأمن محمود فتح الله لأمير عبد الحميد. على طول من محمود رزق لفضل، يتأخر بابا أركو عشان يبدأ يساعد في نص الملعب، وادي لعبة الوليد يطلع الباك الشمال علي فتحي، تاني وليد، تاني وليد بيفكر يشوط وشاط انما بعيد بعيد، انما بدأ يتجرأ لاعبه الانتاج الحربي، بدأ يتجرأه فعلا. ادي وليد حسن هو بيستلم وبيحاول انما بعيد شوية، مسافة بعيدة طبعا، واللعيب هو بيبقى مقدر الموقف كويس طبعا، افضل مننا بكتير، هو اللي في الملعب وهو اللي شايف وواخد قراره. شناوي احمد جعفر فتح الله لعلي فتحي، انما محمد رجب باستبسال الحقيقة طلع اوت، وادي تاني علي عيد فضل، فضل ياخد يحطها حلو طبعا بخبرة سنين طويلة، وادي الاوفر ويجري تاني انما ما توصلش شبيطة الشناوي، وادي مخطوفة، وادي هجمة اوف سايد، اوف سايد فعلا يا فضل، اوف سايد يا فضل، اوف سايد، تسلل محمد فضل، تسلل، وفي لاعب من محمد طارق اللي كان مغطي والله من بتروجيت، ادي اللعبه شوفوا حضراتكم اهو، حطها ناجي جدو، انما فضل اوف سايد فعلا. وصلنا لنص ساعه على ساعتي اعزائي مشاهدي قنوات تين وتين تي في في كل مكان، والنتيجه التعادل بدون اهداف بين الانتاج الحربي وبتروجيت. هيعمل احمد حسن تبديل، هيطلع احمد جعفر وهينزل شميلس بيكلي، شميلس بيكلي لفت الانظار الموسم اللي فات بشكل كبير، شميلس بيكلي في صفوف بتروجيت، فاول ادي شميلس بيكلي، وخرج احمد جعفر، هيرجع تاني يلعب محمد رجب وشيوب يعقوبو، هل يا ترى شوقي غريب هيعمل تبديل ثالث ولا حاجه؟ عنده اجانب وعنده لعيبة أفارقة الحقيقة كتير وحطيتهم في لستة المباراة. أدي لعبة طويلة على طول، أعتقد أنه هيغير بيتر ابن بوي، سامع أنا الصوت اللي جاي لي من المباراة في حوار كده وحديث بين شوقي ولاعب إفريقي. أدي لعبة علي فتحي بياخد أوت من عمرو حسن، بابا أركو فعلا بيتر ابن بوي، هنشوفه هيدفع بيه مكان جد ولا مكان مين، بابا أركو فاروق بيرجعه تاني،
قال له استنى يا كابتن، ادي بيتر ايبن بوي المنتقل من النادي الاهلي، هيلعب مكان مين؟ لسه ما عملش التبديل محمد فاروق. بابا اركو اتلعبت الضربه الركنيه والصاروخ، انما بره الملعب اوت. هيطلع جده فعلا زي ما قلت لحضراتكم، وهينزل بيتر ايبن بوي. تبديل اتزاملوا طبعا في النادي الاهلي وخرجوا الاثنين من قائمة النادي الاهلي هذا الموسم، واجتمعوا ايضا في فريق الانتاج الحربي. ادي لعب عند محمد الشناوي، فيها مغامرة برضو يا شناوي، والله ترجع من الانتاج الحربي وتاني دبش يلعب واحدة طويلة يعقوبه، انما يدخل على طول فتح الله وتبقى اوت. كريم طارق لبتروجيت يعقوبه، حضا على كورته شبيطة، شبيطة بيفكر يشوط انما مسافة بعيدة، هو شويط انما بعيدة قوي قوي قوي. ماشي يا وليد ماشي. ضربة مرمى هيلعبها أمير عبد الحميد حارس مرمى الإنتاج الحربي. تاني ترجع من محمد طارق لبتروجيت، آوت لبتروجيت تاني، وادي محمد طارق يقول لهم استنوا شوية عليا، يطلع دفاع الانتاج تاني في نص الملعب، وادي بابا اركو يستلم اهو، يعدي يعدي بابا اركو يعدي بابا اركو وبيتزق، فاول على كريم طارق لعيب خبره طبعا، بيعرف يحط الكره تحت رجله كويس ويحضن بجسمه كويس قوي عليها، يعمل كنترول هايل على الكره الحقيقه، وبيعرف برضو يعني امتى اما يتلمس يقع في المناطق المؤثره، لعيب خبرة كبيرة بقى له حوالي 12 سنة في مصر على فكرة بابا أركو. كرات الجانبية دي بقول لحضراتكم هي اللي ممكن تعمل مشاكل داخل منطقة الجزاء لو أحسن استغلالها. آدي واحدة إيه بتعدي، ولسه الخطر قائم، لسه الخطر قائم، يا خبر أبيض. وادي تاني ما يلحقش بيتر ابن بوي، وفي فاول، في فاول طبعا، لعبه فيها اندفاع، ومحمد فاروق بيقول لمحمد طارق ما تتكلمش اديت لك حقك، وادي ادي اللعبه. بصوا حضراتكم شفتوا بترد فين، بيطلع فين الشناوي، وادي شوطه على طول من وليد وفاول. دخلنا في 35 دقيقة اعزائي مشاهدي قنوات تين تي في في كل مكان، والنتيجة ما زالت التعادل بدون اهداف بين الانتاج الحربي وبتروجيت. محمد دبش لبتروجيت، ادي لعبة طويلة لقدام لسه متشعلقة، انما ياخد وليد حسن للانتاج الحربي، راجع على جوله ويتزنق، هو كنتروله كويس انما عمل مشكله وعمل فاول، فاول لبتروجيت. محمد رجب ادي بص مسك الكوره ورجع من غير ما يبص، طولت، اضطر طبعا يعمل عرقله لمحمد رجب. يلا امير، واقعين الاثنين لعيبه ان شاء الله يقوموا ويكملوا مع فرقتهم. مسك امير مسك، مشكله طبعا المهاجم اللي بيعرف يمسك الكرة ما بيرجع في المواقف الدفاعية دي بيبقى صعب عليه، مش هين عليه انه يضيعها او يشتت، وبيعتبر ان ده يعني نوع يعني من قلة المهارة،
اللي معروفة عنه. لا كرة ما فيهاش كلام ده، حط كرة في الاوت وما فيش مشكلة. نجوم كبار بنشوفهم في الدوريات الأوروبية والعالمية، يرجع لحد رايت الكورنر ويحطها كورنر ما فيش مشكلة. هذه اللعبة هي فاول، وأيضا من مكان مؤثر جدا لبتروجيت. أحمد حسن هل يا ترى السنة دي هنشوفه على فكرة مقيد في سجلات الاتحاد كلاعب جنب الإدارة الفنية في بتروجيت؟ هل هنشوفه؟ لسه الأيام هي اللي هتقول. فاول لبتروجيت وتتلعب على طول، يطلع دفاع الإنتاج جامد وضغط برضو من ايوه امشي بيكلي. برافو برافو. ترجع تاني ياخد الانتاج الحربي علي فتحي، عايز يعمل العكسيه، عمل الطوليه فعلا العكسيه. بيتر ابن بوي ما يلحقش. ترجع تاني شبيطه علي فتحي ياخد الاوت، عصفور في اليد علي فتحي يقول لك اخد اوت احسن ما نشتت وترجع علينا. ادي بيتر علي فتحي لؤي لمحمود فتح الله، ضم العي ضم العي بعرض الملعب لمحمود رزق للباك اليمين، وادي واحده على طول عند بابا اركو انما ما يلحقش تبقى اوت. حدا على كورته حسام حسن اللي فاتت دي قبل. انزل انت انزل انت في بابا اركو. وتبقى ضربة مرمى لفريق بتروجيت. محمد الشناوي يعني الاختبارات اللي جت لأمير عبد الحميد وللشناوي قليلة، وإن كان الشناوي يعني تصرف كده في كرة ولا في اتنين رغم انه شال كرة كويسة، انما تصرف في كرة او اتنين كده تصرف برضو يعني مش سليم بدرجة 100% الحقيقة. ادي لعبة على طول بيطلع تاني لؤي، وادي اوف سايد. انما الحقيقة ليا ملاحظة بقى على مدافعي الفرقتين تحت الضغط بعد اللعبة دي. ايه بيتر ابن بوي اوف سايد اوف سايد يا بيتر. ما شاء الله جسمه وصحه ايه عالي العال، وطول وقوه، جسم مثالي لراس الحربه. انما مع اللعب طبعا تبقى الفايده كبيره واكتر من كده. الحظ طبعا قليل في النادي الاهلي. ادي دبش لبتروجيت تطلع من الانتاج لوليد لعلي عيد، ما توصلش ياخد عمرو حسن لبتروجيت، وسيارة ما يلحقش الشناوي ياخد وليد لبيتر، يسيب بيتر وعايز يجري ومعاه دبش، قاطع دبش لعمر. عمر طويلة برضو أي حاجة، إنما فتح الله بمبدأ السلامة على طول يطلع. ياخد فريق بتروجيت شبيطة. ترجع تاني لأحمد مجدي. أحمد مجدي أحمد مجدي بيندهوا عليه عشان يجري بيتر، غير رأيه لوائل لبابا أركو لوليد على الأرض تاني الفضل، عايز يلعبها إنما ما تتظبطش من فضل ما تكملش. ياخد بتروجيت والشناوي يفتح لعمر حسن وليد خش علي اركو شيوب يعقوبه يحطها حلوه. وادي رجب بيغير الملعب عمر حسن، انما تطلع بره الملعب ضربه ركنيه. داخلين على الوقت الحاسم زي ما بنقول، الدقيقة 87 باقي على ساعتي أنا 3 دقايق. نتيجة ما زالت 0-0. ودي هاند بول فعلا، إدى فاروق هاند بول
ما رضيتش اقول هاند بول غير لما اتاكد من قرارك يا محمد يا فاروق. لمسه يد داخلين على الوقت المقلق طبعا لكل فرقه. فاضل 3 دقايق والنتيجه 0-0 ولمسه يد لصالح بتروجيت هيلعبها عمرو حسن. محمد فاروق بيكلم حد من مساعدين احمد حسن وادي الحكم الرابع بيطلب طبعا الهدوء. شغلة التدريب دي يا جماعة حاجة صعبة فوق ما تتخيلوا. كل ثانية فيها حدث، كل لحظة مش كل ثانية. ادي لمسة اليد هتتلعب لبتروجيت واتلعبت عالية يطلع دفاع الانتاج وادي لعبة من بعيد يا راجل يا طيب بره الملعب اوت. مواقف طبعا بالتأكيد لعيب بيتمرن على الحاجات دي انما ظروف الماتش. ادي كريم طارق اللي كان شايط اللعبة اللي فاتت ضربة مرمى يلعبها امير عبد الحميد ترجع من الشناوي تاني ياخد بابا أركو للإنتاج الحربي. أنشط لاعب الإنتاج طبعا هو وآدي فاول. فاول لأحمد مجدي. رقص كده وادي محمد طارق حط رجله معاه. لازم طبعا الكرة تشتغل وتستمر والماتشات تتلعب عشان خاطر مستوى اللعيبة يرتفع. فرقتين طبعا لو قابلوا حد من الفرق ذات العيار التقيل هتبقى الماتشات صعبة عليهم طبعا. اهلي زمالك اسماعيلي بتاع كل الكلام ده وارد. مقصة مصري كل الدنيا دي يعني ماتشات هتبقى غاية في الصعوبة طبعا. بابا أركو بابا أركو جوه المنطقة ولسه خطر إنما في تكتل وتاني بتطلع من بابا أركو بره الملعب آوت. وبنلعب في الدقيقة 90 أعزائي مشاهدي قنوات تين تي في وشكل الأسبوع ده كده التعادلات السلبية كانت فيه كتير آوت. آدي أهي اللعبة أهي ويطلع دفاع بتروجيت إنما يبقى السؤال بتاعي مازال مطروح. هل التعادل كل فرقة تاخد نقطة ده يفيد دلوقتي؟ الله أعلم. يجيب عنه بقى كابتن طه اسماعيل والكابتن مجدي عبد الغني والأستاذ محمد سيف نقيدنا الرياضي والجنرال مدحت شلبي في استوديو التحليل. محمود هادي لعبة البتروجيت وهجمة وتاني برا الملعب إنما توصل 4 دقايق وقت محتسب بدل ضايع. توصل لفرقة الانتاج الحربي. ادي امير بيلعبها على طول علي فتح بيتر ابن بوي تاني بيطلع دفاع بتروجيت وادي قالشة وبيكلي بيكلي ماشي. الفرق كلها عرفت على فكرة شيمس بيكلي عشان كده ما حدش بيديله راحته في اللعب انما هو صانع لعب جيد الحقيقه شفناه من السنه اللي فاتت. ادي لعبه غلط توصل لبيتر ابن بوي مقطوعه مقطوعه والشناوي اوه يعقوب ترجع وراه. وادي لعبه على طول تاني للانتاج الحربي وادي بيتر بيتر يحطها الفضل وتاني الشناوي. ليعقوب يعقوبه مقطوعة تاني الانتاج الحربي وادي محاولة لبيتر بكعب رجله يا راجل لسه جوه الملعب وتطلع بقى اخيرا بره الملعب. وبنلعب في الدقيقة التانية رقم 10 هيطلع من فرقة ايه بقى هنشوف. بابا أركو من الانتاج الحربي مين اللي هينزل يا ترى؟
خارج بابا أركو تعب فعلا. إنما مين اللي نزل هنشوف. أدي لعبة تاني للإنتاج، ده فضل، فضل اللي ماشي من ناحية اليمين وياخد ركنية. طلع بابا أركو مخرج اللقاء إبراهيم مبارك يقول لنا بس مين اللي عمل التبديل، ما شفناش. خرج بابا أركو وضربة ركنية للإنتاج الحربي. بنلعب في الدقيقة، آخر الدقيقة الثانية، لعبت على طول ولسه خطر، لسه خطر لو اتلعبت. إنما بيطلع تاني دفاع بتروجيت بره الملعب ركنية. دخلنا في الدقيقة الثالثة، مين اللي نزل؟ مخرج المباراة هناك في الملعب إبراهيم مبارك يقول لنا أو ينزل على الشاشة مين اللي نزل مكان بابا أركو. هذه اللعبة تاني وتبقى هجمة لبتروجيت. رجب نازل وعامل مشوار ويحط واحدة طويلة يعقوبو، إنما أوفسايد. شيوب يعقوبو أوفسايد. ودي لعبة للإنتاج الحربي، فرقتين لجأوا طبعا للتمرير الطويل وطالع من جوله برضو محمد الشناوي. وادي بيتر ابن بوي، يا راجل يا راجل، لسه عمال يحسبها، صعب قوي. وكان طالع برضو محمد الشناوي، ملاحظة خطيرة على محمد الشناوي، الخروج الغير مبرر الحقيقة. بنلعب في الدقيقة الرابعة وفاول للإنتاج الحربي، فاول على عمرو حسن. محمود عبد الحكيم لسه فاكر مخرج اللقاء يقول لنا محمود عبد الحكيم هو اللي غير. ارجع علي، ارجع يا علي، ارجع محمود، ارجع فاطمه. محمد الشناوي ربنا ستر معاك يا محمد ان الكره راحت لبيتر ابن بوي الاخيره دي. والله علي فتحي يرد تاني الشناوي لبتروجيت، يطلع الانتاج وشكل المباراه كده انتهت. وفعلا بيصفر الحكم الدولي محمد فاروق عشان ينهي الشوط الثاني واللقاء بتعادل الانتاج الحربي وبتروجيت في ختام الاسبوع السادس. سيداتي انسات سادتي اشكركم، معلقكم مصطفى الكيلاني، والكره الان في ملعب استوديو التحليل بصحبه الجنرال مدحت شلبي وضيوفي الأعزاء كابتن طه إسماعيل، كابتن مجدي عبد الغني، والناقد الرياضي محمد سيف. وحتى ألتقي في مباراة قادمة، إلى اللقاء وتقبلوا تحياتي.